صباح الفل عليكم في كل مكان، وأهلا بيكم في برنامجكم أصل الحكاية مع هند. ولأن ورا كل قصة وحكاية كلام كتير ما تقلش، وعشان تكمل الحكاية يبقى لازم نقول أصل الحكاية إيه، ونطلع فاصل ونرجع لكم تاني. الناس بقى اللي بتعاني ان شعرها بيقع، شعرها من قدام كده عنده فراغ، عنده فراغات من هنا، الحاجات دي كلها جربت فيها. بس عايزه اوريكم كمان شكله، هو ده شكله، دي الازازه بتاعته. الازازه دي بتكفي معاكي فتره، يعني ممكن تقعد معاك مثلا شهر او حاجه، كبيره مش صغيره. بتحطي حوالي 6 نقط او 5 نقط على فروه راسك من هنا، على الاماكن اللي انت بتحسي ان هي فيها تساقط، يعني الحتت اللي قدام دي بتحطيها على راسك من غير ما تكسبيه، من غير ما تعملي اي حاجه، وبتدعكي بيها راسك كده بشكل دائري. بتلاقي الفرق فعلا ملحوظ بعد 4 ايام، بعد 5 ايام، بعد 6 ايام تقريبا. انا استخدمته وجربته، فعلا 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 فرق معايا جدا 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 جدا. حسيت ان في، عارفين اللي هو الشعر اللي بيبقى صغنن خالص ده، حسيت ان هو بدا يطلع من قدام، ولا الفرق واضح. وبصراحه اتصدمت ان هو عمل مفعول كده في وقت قصير جدا. يعني انا كمان لو استخدمته وقت اطول اكيد النتيجه هتبقى احسن واحسن، بس انا قلت اقول لكم عليه وانا بستخدمه، بحيث ان انتوا تجربوه معايا كمان وتقولوا لي ايه رايكم فيه. اكتب لكم اسم البيج اللي انا جبته منها، ده التوكيل. مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ كنت قلت لكم قبل كده ان انا عايزه حاجه توقف تساقط الشعر، انا شعري كان بيقع جدا جدا جدا. دي اول حاجه جربتها، ده براند تركي جديد اسمه اي هير. انا جربت المنتج ده بجد بجد، جاب معايا نتيجه هايله. من اول 6 ايام شعري ما بقاش يقع زي الاول. عايزه اقول لكم بقى الحلو فيه ان هو مش بس بيوقف تساقط الشعر، ده كمان بيملى الفراغات اللي في الشعر. طيب المنتج ده للبنات بس؟ لا، انا كنت بستخدمه انا وشريف. انا هفتحه دلوقتي واوريكم. انا تقريبا يعني استخدمت جزء حبه حلوين كمان منه. بصوا يعني هو شكله باين عليه تعبان معايا. انا استخدمته، بصوا استخدمت منه قد ايه، ثانيه اهو اهو، واضح يعني بجد النتيجه حلوه جدا جدا. من اول 6 ايام شعري ما بقاش يقع، وكمان هيساعد انه يطلع بيبي هير بعد فتره، وبيبدا يملى الفراغات اللي في الشعر. ممكن نستخدمه ولاد وبنات. عايزه اقول لكم ان بجد المنتج ده حلو جدا 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 للناس اللي شعرها بيقع، والناس اللي عندها فراغات في شعرها، بيوقف تساقط الشعر. من منتج حلو جدا ان هو وقف شعري اللي بيقع، بيوقف تساقط الشعر في اول 6 ايام، ده كده منتج حلو جدا، والنتيجه بتبقى هايله قوي قوي قوي. هلو بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. جاي دلوقتي اكلمكم عن منتج حلو جدا 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 اسمه اي هير. المنتج ده تركي، مش موجود في مصر غير من خلال بيج اسمها شي ان هي. البيج دي هي الموجوده. لازم نتاكد يا جماعه من ووتر مارك، لان ووتر مارك دي اهم حاجه في المنتج. لازم تتاكدي انه اصلي عشان ما تاخديش حاجه مضروبه، لازم تتاكدي انه اصلي، دي اهم حاجه. المنتج ده بيعمل ايه؟ بيوقف تساقط الشعر، بيكثفه وبيملي الفراغات. بينفع ان احنا نستخدمه البنات، وممكن كمان يستخدمه الولد، ممكن يستخدمه لدقنه عادي جدا. طريقه الاستخدام ازاي؟ بتحطي 6 نقط على المكان اللي انت عايزاه يتقل يوميا، مره واحده بس في اليوم، وبعد 6 ايام بالظبط بتباني النتيجه، بيبدا التساقط يقل. حاجه كمان يا جماعه، هو خالي، هو كله مواد طبيعيه اساسا، يعني هو اوريدي معمول من مواد طبيعيه، خالي من ماده المينوكسيديل اللي هي اوريدي. لو انت حبيتي توقفي المنتج، طيب انت حبيتي توقفي المنتج وخلاص خلص ماشي، مش بتضري خالص وشعرك ما بيرجعش يقف، لا خالص، هو كده كده اوريدي انت بتستخدمي مواد طبيعيه، فمش هتحسي باي ضرر بعديها. انصح جدا باستخدامه لانه حلو جدا جدا جدا. جربته على دقن جوزي ومستنيه بس ان انا استخدمه. بينفع للشعر التالف، يعني لو انت عامله بروتين شعرك تالف تقدري برضو تستخدميه، هو معالج، كمعالج حلو قوي قوي قوي. انا بنصح بجد انك لازم تستخدميه وتجربيه، بس تتاكدي انه الاصلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم دكتور احمد مصطفى، اخصائي العلاج الطبيعي وعلاج السمنه والنحافه. النهارده حابب اكلمكم عن مرهم فرق مع ناس كتير في الاونه الاخيره، هو الا هو مرهم الجينجرو. الجينجرو بيتكون يا جماعه من ماده الايكوليبتس، هي ماده علاجية بتعالج الخشونة، خشونة الركبة وخشونة المفاصل وخشونة العمود الفقري. كمان بيتكون من زيت الكافور وزيت المنتول وفيتامين ب وفيتامين جيم وفيتامين ه وزيت الكينة.
ويا جماعه انا بنصحكم باستخدامه، قبل استخدامه بنصحكم باستخدام الكمادات المياه الدافئه، وبدهن المرهم على المنطقه المصابه مره صباحا ومره مساء، وممكن نستخدمه في الحالات الشديده جدا 3 مرات يوميا. الكورس الجينجر رو يا جماعه هو بيتكون من 3 علب، بنستخدمه لمده شهر وبتحسوا بتحسن كبير جدا بعد استخدامه. ده طبعا بجانب تحسين العادات السيئه، طبعا السمنه طبعا بننزل الوزن الزايد، والعادات السيئه في القعده والسواقه وممارسه برضو الرياضه اللي احنا طبعا اهملناها جدا في الفتره. النهاردة معانا ضيفة مميزة جدا، وهي قصة كفاح مشرف. عايزين نعرف منها بقى أصل الحكاية إيه. ومعانا النهاردة الأستاذة دينا عمر، صاحبة مجموعة سيتي جي والوكيل الحصري لمنتج أيير في مصر. أهلا بيكي. أهلا بيكي هند. عايزين بقى نعرف من حضرتك بدأت إزاي، وخصوصا إن مجال التسويق بتاع المنتجات الخاصة بمستحضرات التجميل والأدوية فيه منافسين كتير، فحضرتك بدأت إزاي؟ بصي، هو انا اصلا طول عمري شغاله بعيده يمكن عن مجال مستحضرات التجميل والادويه خالص، بس بقالي من لي فيه تقريبا 4 سنين. الفكره جت من انا مسكت شركه كبيره لمستحضرات التجميل والادويه، خدت فيها اكسبيرينس حلو قوي، ولقيت نفسي طيب ليه انا ما اسست شركه ليا انا، يعني طب انا بدي فيها كويس قوي، ليه النجاح ده ما يبقاش ليا انا. فجت من هنا فكرة ان انا اسس شركة سي تي جي او مجموعة شركات سي تي جي لمستحضرات التجميل والادوية. طبعا زي ما انت بتقولي المجال مش سهل، لان هو فيه كومباتيتورز كتير او فيه منافسين كتير، فعشان كده كان لازم ان انا انزل ابقى نازلة عارفة انا بعمل ايه، ودارسة كويس السوق، وعارفة كويس ان لازم البرودكتس بتاعتي اللي هتنزل دي لازم تبقى مميزة علشان اقدر يعني ابقى مواظبة معاهم او اقدر ابقى ادخل في المجال نفسه. وده يمكن اللي بان قوي او ظهر في البرودكت بتاع اي هير اللي احنا هنتكلم عنه، او السبب ان انا قاعده قدامك فيه النهارده. جميل. طب احنا وصل لنا ان منتج اي هير عامل ضجه كبيره على السوشيال ميديا، فاحنا دلوقتي عايزين بقى نعرف من حضرتك ايه هو منتج اي هير، يعني فهمينا هو عباره عن ايه. بصي، هو انا لما جيت افكر ادخل في مجال الكوزماتكس كنت عايزه حاجه تكون مميزه شويه، يعني اللي هو المجال مليان حاجات كتير جدا ومنتجات كتير جدا، فكنت عايزه حاجه اول حاجه تفيد الناس، تاني حاجه تبقى مميزه زي ما قلت لك في وسط الكومبيتيتورز او الناس اللي حواليكي. فعملت سيرش كتير قوي قوي عن الحاجات وايه المشكله اللي هي ممكن تكون بتواجه ناس كتير جدا دلوقتي عندنا، مش بس البنات كمان الرجاله. فلقيت ان موضوع تساقط الشعر دي مشكله كبيره جدا عندنا، وكل واحد بيواجهها بصوره او بيبقى عنده السبب بصوره او باخرى يعني. بس فعملت سيرش كتير جدا، دورت على المنتجات اللي هي ممكن تكون يعني بتعالج الشعر، وكان من ضمنهم الاي هير. الاي هير بالمناسبه ليه ريفرنسز كتير جدا على اليوتيوب، يعني مجرد ان انت هتحطي بس الاسم على الجوجل هتطلع لك حاجات فيديوز كتير جدا معموله في تركيا وفي بلاد اخرى. فانا كان بالنسبه لي زي حلم ان انا اخده يكون اكون الوكيل الحصري ليه في مصر، والحمد لله عملت ده. طب في وسط بقى الزحمه بتاعت المنتجات الكتير اللي موجوده في كل الاسواق، ايه اللي بيميز منتج اي هير عن اي منتجات تانية؟ بصي، هو بيميزه حاجات كتير. اولا طبعا هو المنتج ميد ان تركي، تمام. تاني حاجه خليني اتكلم في المكونات بتاعته شويه. كل اي منتج بيكون بيعالج الشعر او بيعالج تساقط الشعر او ملء الفراغات دايما بيكون في ماده اسمها ماده المينوكسيديل. المادة دي بتعمل ايه عشان الناس تبقى فاهمة؟ المادة دي المفروض ان هي بتعالج تساقط الشعر وبتملى الفراغات، بس المادة دي في الواقع هي مدمرة. يعني ان انا بستخدمها للشعر ومجرد ما بوقف الاستخدام المنتج ده الشعر كله بيرجع يقع تاني. فالاي هير عندنا هو مينوكسيديل فري او خالي من مادة المينوكسيديل، ودي كانت اهم حاجة من المميزات اللي بتميز الاي هير عن اي منتجات تانية، غير ان كل مكوناته طبعا طبيعيه 100% من زيوت طبيعيه. جميل جدا. طب ازاي بقى نقدر نعرف ان المنتج ده اصلي ولا لا؟ لان في ناس ممكن طبعا تكون هو ده اللي حصل بالفعل، يعني ده اللي حصل بالفعل بعد ما كمان عمل نجاح
وعايزه اضيف حاجه بس، ان هو النجاح اللي حصل للاي هير مش بس عشان هو ميد ان تركي او كده، لا هو حصل لان هو يعني انا شخصيا قبل ما اقرر ان انا اخده او انزل بيه في الماركت انا كان لازم اجربه انا شخصيا. انا يمكن من الشخصيات اللي بتحب تجدد في لون شعرها كتير، بتحب تعمل الوان كتير، فده طبعا بيدمر الشعر. فكان عندي دايما مشكله تساقط الشعر دي عندي، اللي هي دايما بدور لها على اي منتج ممكن يعالج ده. خدته جربته فعلا عمل نتيجه كويسه جدا معايا. فبعدها قررت ان لا، طيب انا ليه لازم ان انا يعني اشتغل فيه. راي العملاء بتوعي اللي هم خدوا مني الاي هير قبل وبعد، وبتقالي هتعرضي حاجات زي كده معانا النهارده، كان برضو جاب نتيجه هايله جدا معاهم. فمن النتيجه دي ابتدى ان في بيجز كتير ابتدت تقلد البرودكت، تقلدها. فعشان كده احنا عملنا علامه مائيه او واتر مارك لي، اللي هي العلامه دي، عشان تاكد ان البرودكت بتاعنا ده برودكت اوريجينال مش الكوبي. بلس ان احنا المنفذ الوحيد ليه معنا الصور على الشاشه، بيجز بتاعتنا هي تشي اند هي. بالظبط، دي صور قبل وبعد بتاعه الكاستمرز بتاعتنا. في صور تاني؟ تمام. طب عشان نوصل للنتيجه اللي موجوده على الصور دي، ممكن نستخدمه كم مره وايه هي المده اللي نستخدمه فيها؟ بصي، هو طريقه استخدامه عموما هو بيستخدم مره واحده بس في اليوم. اوكي، هي المفروض ان الازازه دي ده سيرم في قطاره. دي صور برضو. دي صور بتوضح كمان ان هو مش بس للبنات، يعني هو كمان للرجاله، يعني ينفع لهم لو في فراغات في دقنهم. فانا بستخدمه نرجع للمده. اوكي، بستخدمه مره واحده بس في اليوم، بحط من 5 لـ7 نقط على الاماكن اللي فيها الفراغات في الشعر، وبدعكه كويس في فروه الراس. ومش ضروري خالص ان هو يتغسل، يعني ممكن اعمله وانزل شغلي عادي او انام عادي، وات ايفر عادي، مفيش منه اي مشاكل. بس يعني ممكن يكون منتج اوريجينال بس حد بيستعمله غلط فما بيديش نتيجه كويسه. لازم بالزبط. لازم يستعمل بالطريقه دي، لازم يستخدم بالطريقه دي. وبعدين هو فكره ان هو يقعد معاه قد ايه، هي المفروض ان العبوه 30 مللي بتكفي لمده شهر. بس طبعا هو يكرره او لا، دي على حسب كل شخص والتاني حالته عامله ازاي، يعني الفراغات عنده عامله ازاي، درجه تساقط الشعر عنده عامله ازاي، كل الكلام ده. طب في اضرار بقى بعد ما نوقف المنتج والمده بتخلص، بيبقى في اضرار بقى على الشعر؟ خالص ملهوش اي سايد افكت. هرجع اقول لك تاني ان هو الحاجه الوحيده اللي بتبقى في كل البرودكتس اللي بتخوفنا ان احنا لو جينا نوقف المنتج ده شعرنا هيقع، هي ماده المينوكسيديل، وهو خالي تماما من ماده المينوكسيديل، ملوش اي سايد افكت خالص لان كل مكوناته طبيعيه. ولا حتى على الحوامل او الرضاعه او كده؟ لا خالص. وحلوه النقطه دي اللي انت اتكلمتي فيها، خليني اقول لك اصلا ان هو يمكن من اكتر الناس اللي ممكن يستفيدوا من الاي هير هي الناس الحوامل، لان الست دايما الحامل بيكون عندها مشكله هي تساقط الشعر، بيكون عندها نقص في البروتينات او الاحماض الامينيه، وده بيخلي الشعر يتساقط. فطبعا اي هير انا يعني ارشحه لاي واحده شعرها بيقف في فتره الحمل، مفيش منه اي ضرر خالص. هنشوف دلوقتي الصفحه بتاعه الفيسبوك. اوكي، اتكلمي بقى، اشرحي لنا، قولي لنا. بصي، هو احنا عندنا بيج اسمها تشي اند هي، وهي دي البيج الوحيده اللي احنا بنبيع عن طريقها اونلاين البرودكت بتاعنا اللي هو الاي هير. عندنا بيج دي على الفيسبوك وعلى الانستجرام، لو هينفع نبقى نحط اللينكس بتاعتهم. هو ده المنفذ الوحيد لينا، عشان اي صفحه تانية ممكن تكون بتبيعه هيكون هو الكوبي مش الاوريجين. جميل. طب انا سمعتك بتقولي ان كمان هو ينفع للرجال. هل بقى النتيجة مع الرجال بتبقى نفس النتيجة زي السيدات ولا بيبقى بالظبط؟ لا خالص، مفيش أي مشكلة فيه. إن هو في أوريدي فعلا فيديوز عندنا، هتلاقي ناس يعني حد ناس من البلوجرز المعروفين خدوه استخدموه، يعني زوجها أو حاجة استخدموا لدقنه لشعره، مفيش أي مشكلة منه، بالعكس بيجيب نتيجة كويسة جدا كمان في فراغات الدقن. طب إيه الحالات التانية اللي ممكن نستعمل فيها أي هير؟ هو في اكتر من حاله. بصي، خليني اقول لك مثلا ان الناس اللي بتصبغ شعرها كتير، زي مثلا كده، انا بحب زي ما قلت لك ان انا لون في لون شعري كتير، وده بيرهق الشعر جدا. فهو بيكون علاج ما بعد الصبغه، يعني نقدر نقول ان هو الناس اللي بتصبغ شعرها كتير لو استخدمته بيجيب نتيجه كويسه في ان هو الصبغه طبعا معروف ان هي بتوقع الشعر جامد. عندي حاله تانية برضو مهمه، الناس اللي بتعمل بروتين لشعرها،
البروتين ده بيحتاج درجة حرارة عالية جدا من البيبي ليس، وبيتعاد عليه أكتر من مرة، فطبعا ده برضو بيضر الشعراية جامد وبس. يعني هو أنا بنصحهم طبعا إنهم يستخدموه بعد البروتين ده، بيكون مهم جدا. يعني احنا ممكن نقدر نعتبره إن هو حاجة علاج روتيني، روتين نمشي عليه لحياتنا، هو ملوش أي ضرر، فعادي جدا إن هو يكون روتين يومي مفيد عموما للشعر يعني. بالظبط. لا الناس بحس ان هي بتهتم اكتر ان هي عندها روتين للبشره بتاعتها، يعني لازم يبقى عندي كريمات بحطها، كريم نهار وكريم ليل، وبحافظ على بشرتي، لكن شعري مش مشكله لان انا اوريدي هروح لكوافير يعمله. فلا لازم يكون في روتين للشعر، فانا بنصح ان هو يكون اي هير مع مجموعه حاجات تانية طبعا، زي استخدام شامبو معين للشعر سواء دهني او هو جاف، فيتامينز معينه بتتاخد مع الاي هير. جميل ماشي. في ناس كتير بقى بتبقى عايزه تعرف المنتج اللي انا بستعمله في شعري ده مكوناته ايه، انت برضو لازم تقول لنا المكونات عشان نطمن. بصي هو مكوناته كلها طبيعي، يعني بيتكون مثلا من زيت اللوز الحلو، زيت الروزماري، زيت البصل، مجموعه من البروتينات الامينيه والاحماض الامينيه، محطوطه بنسب عاليه. وعايزه اوضح حاجه في الحته دي يمكن مش الناس كلها فاهماها، احنا عندنا نوعين من الزيوت، في حاجه اسمها زيت حامل وفي حاجة اسمها الزيت بيور 100%. يعني ده بيفرق زي بالظبط لما بتروحي عند أي مكان أو أي عطار عشان تشتري زيت، ممكن تجيبي نفس الزيت ده ب 100 جنيه، وتجيبيه من حتة تانية ب 400 جنيه. ايه الفرق بين الاتنين؟ الفرق بين الاتنين ان الزيت اللي هو ب 100 جنيه ده بيبقى اسمه زيت حامل. زيت حامل ده يعني ان هو بيكون الزيت البيور اللي هو الطبيعي ده بيكون متخفف بزيت حامل، عشان كده ده سعره بيكون أقل. الزيت البيور ده بيكون زيت بيور مستخلص 100%، زيت بيور. فاحنا عندنا كل الزيوت، كل الاويلز الموجوده جوه اي هير هي بيور 100%، 100% بيور. جميل جدا، ودي اهم حاجه. وطبعا محطوطه بنسب معينه، ويمكن هي دي التركه، يعني هي فكره ان انت تحطي الحاجه بنسب معينه، زي الملح في الاكل كده، لو زاد شويه هتلاقيه طعمه وحش، لو قل شويه فهو لا، هو لازم يتحط بمعايير معينه، وده اللي مخلين المنتج ان هو افكتيف. جميل. طب حضرتك عامله حاجه اكسكلوزيف او سبيشال لمشاهدين برنامج اصل الحكايه معانا؟ بصي انا فكرت فيها شويه يعني قبل ما يجي، ان انا كنت كده كده عايزه، حابه ان انا اعمل ده واقدم حاجه للمشاهدين بتوع البرنامج اصل الحكايه وقناه الصحه والجمال. فاحنا هنقول ان احنا اي حد هيجي عن طريق القناه ليه ديسكاونت 10% او خصم 10%. جميل جدا. طب تحبي بقى تنصحي البنات او الرجال عموما بايه في الشعر عشان يحافظوا عامه على شعرهم ان هو ما يقعش، مع ايه البدايه السليمه عشان نبدا نحافظ على شعرنا او نرجعه لرونقه تاني؟ بصي هو بالنسبه للبنات انا هرجع واقول لك نقطه ان الصبغه بتاعت الشعر الكتير، يعني دي حاجه بتضر الشعر جدا جدا، سبيشالي حته ان انا افتح شعري واوصله لدرجه اللون البلوند اللي هو مثلا حاجه زي اللي انا عاملاه او الدرجات الافتح، ده فعلا بيضر الشعر جدا جدا. يعني ليه؟ لان احنا عشان تستخدمي توصلي لدرجه الشعر دي لازم قبل الصبغه بيكون في بودره تفتيح، وبودره التفتيح دي عشان تستخدميها لازم بيكون معاها اكسجين 40، تركيزه 40%، وده طبعا حاجه يعني خطيره جدا. فانا اللي هقول لهم لا، خفوا من الصبغه على شعركم شويه، اهتموا بحمامات كريم للشعر، خفوا الكوافير الكتير والهيت ودرجه الحراره العاليه على الشعر، استخدموا روتين يومي لشعركم. يعني زي ما بنهتم ببشرتنا لازم نهتم بالشعر، بشعرنا ده، دي حاجه مهمه جدا، مش شرط الاي هير بس، يعني زي ما بقول لك في اكتر من حاجه، لازم تعرفي شعرك نوعه ايه، استخدم له شامبو ايه يناسبه، الفيتامينز، فيتامينز معينه لازم بتتاخد عشان برضو تفيد الشعر. الاي هير طبعا دي حاجه هتساعدهم على ان هو يكون روتين يومي، ان هو شعرهم ما يتساقطش، ده طبعا برضو انا بنصح بيه بجانب الحاجات التانية. جميل جدا. طب معانا فيديو لاراء المشاهير وهنرجع تاني. اوكي خلينا نشوف. شويه مشاكل كده في شعري بسبب التصوير الكتير والاستشوار والكلام ده كله، فهو فعلا في ظرف 5 أو 6 أيام تقريبا رجع الكثافه بتاعت شعري. المنتج دوت بديل لزراعه الشعر والكثافة الشعر برضه في نفس الوقت، ده غير ان هو ليه فيديوهات كتير جدا على اليوتيوب نقدر نخش نتفرج عليها. هو ده المنتج اللي معانا، تقدروا تخشوا تعملوا لهم فولو وتتفرجوا كل منتجاتهم. شكرا. اي هير ده بيفيد الشعر جدا، اي حد عايز يتقل شعره، اي حد عايز شعره يطول، اي حد حابب يحافظ على صحه شعره يستخدم اي هير. ده برودكت اصلا من تركيا،
الايفكت بتاعه حلو جدا جدا، انا لاحظته جدا على شعري وشعري تقيل جدا. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل مع الاستاذه دينا عمر ونكمل معاها كلام. استاذه دينا، بما انك قلنا المجال ده ان هو فيه منافسين كتير واغلبهم رجاله، فان بنت هي اللي تقف في المشروع ده تعمله لوحدها بمجهودها وتنجح فيه ده صعب قوي، فقولي لنا بقى قصه، انت قلت لنا قصه نجاح اير، عايزين قصه نجاحك انت شخصيا. بصي، هي جت البدايه زي ما قلت لك، انا طول عمري يمكن شغاله في مجال بعيد خالص عن الكوزماتكس والميديكال برودكتس او مستحضرات التجميل والادويه والحاجات دي. كان جالي وانا شغاله كده اوفر ان انا امسك شركه من الشركات اللي هي الكبيره اللي ليها اسمها في المجال ده، في الفيلد ده. رحت مسكت الشركه دي، مسكت فيها الماركتنج والديستريبيوشن فيها، يعني اللي هو التسويق والتوزيع. استفدت فيها كتير جدا بصراحة، لقيت نفسي بتعلم منها يعني حاجات كتير. لقيت نفسي ان انا حابة الموضوع، خصوصا الكوزماتيكس بالذات، يعني لقيت نفسي ان انا نفسي ادخل واعمل لاين مثلا ليا كامل، ليه ما بقاش ليا لاين باسمي. بس طبعا الموضوع بياخد مجهود كبير مش مرة واحدة. فجت من هنا فكرة ان طيب خلاص انا اجرب ان انا انشئ شركة ليا انا مستقلة. الموضوع مش سهل طبعا خالص، هو الموضوع بيبقى محتاج ريسك. يعني ليه؟ لان انت بتبقي متعوده دايما ان انت بتشتغلي يعني انت شخص بيشتغل في مهنه معينه بيديها مقابل سالري انت بتاخديه وذات ست وخلاص على كده. لكن فكره ان انت يبقى عندك شركه وكيان وموظفين وناس مسؤوله منك وتفكير بياخد منك تفكير وتارجت بتحطيه عشان تثبتي في الموضوع ده، بيبقى محتاج يعني قوه جامده. بس انا من الشخصيات اللي بتحب يعني تاخد الريسك شويه، او دايما بحط احتماليه في اي حاجه 50-50، يعني 50 ان انا اكسب و50 ان انا اخسر. لو خسرت ما بزعلش قوي، لان اكيد بطلع بدرس من الموضوع وبتعلم، بس ما بستسلمش، يعني بحاول تاني لحد ما انجح. الحمد لله اللي حصل ان احنا نجحنا. وبالمناسبه هو انا مش عندي بس الاي هير، انا عندي اكتر من منتج شغالين فيه، حاجات كريمات مساج وكريمات للبشره وبروتين للشعر وتخسيس، ففي اكتر من حاجه، بس يمكن هو ده اللي عمل بومنج قوي مع الناس. ما تدينا فكره عن بقيه الحاجات التانيه برضو ان احنا نعرفها ونعرف اسمها ايه. اوكي، خليني اقول لك بس الاول، انه قبل ما اقول ده، ان انا الاي هير ده يمكن انا اللي ظهرت قدامك دلوقتي بان انا الوكيل الحصري ليه، او انا اللي عملت له البومينج. بس هو الحقيقه مش انا بس خالص، انا والتيم بتاعي اللي انا حابه اشكره جدا جدا النهارده، يعني مديرين الماركتنج عندي والسوبرفايزرز الاسيستنت بتاعتي، الناس دي بجد، التيم السوشيال ميديا، مش عايزه انسى حد، بس كل الناس دي كانت هي سبب كبير قوي في نجاح الاي هير معايا. لو هكلمك عن المنتجات التانية، انا عندي كريم مساج تاني اسمه جين جرو، وعندي كان حاجه للعلاج السكر كان اسمها تامريكس، بس هو مش حاجة علاجي، هو حاجة مساعدة. طب معنا فيديو عن المنتج اللي حضرتك قلتيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دكتور أحمد مصطفى أخصائي العلاج الطبيعي وعلاج السمنة والنحافة. النهاردة حابب أكلمكم عن مرهم فرق مع ناس كتير في الأوان الأخيرة، هو مرهم الجينجرو. الجينجرو بيتكون يا جماعة من مادة الإيكوليبتس، هي مادة علاجية بتعالج الخشونة، خشونة الركبة وخشونة المفاصل وخشونة العمود الفقري. كمان بيتكون من زيت الكافور وزيت المنتول وفيتامين ب وفيتامين جيم وفيتامين ه وزيت الكينا. ويا جماعة أنا بنصحكم باستخدامه، قبل استخدامه بنصحكم باستخدام الكمادات المياه الدافئة، وبدهن المرهم على المنطقة المصابة مرة صباحا ومرة مساء، وممكن نستخدمه في الحالات الشديدة جدا 3 مرات يوميا. الكورس الجينجرو يا جماعة هو بيتكون من 3 علب بنستخدمه لمدة شهر، وبتحسوا بتحسن كبير جدا بعد استخدامه. ده طبعا بجانب تحسين العادات السيئة، طبعا
السمنه طبعا بننزل الوزن الزايد، والعادات السيئه في القعده والسواقه، وممارسه برضو الرياضه اللي احنا طبعا اهملناها جدا في الفتره. بس فكره انه عندي كمان زي ما قلت لك ممكن الجينجرو ده كريم مساج، هو بصي بيختلف عن المراهم التانية ان هو في مادة اسمها الايكاليبتوس. هو ده اوكي. في مادة اسمها الايكاليبتوس، المادة دي المفروض ان هي مفيدة جدا جدا لألام المفاصل والعظام، للخشونة الركبة. دي المادة الفعالة بتاعت المنتج، دي المادة الفعالة بتاعت كريم المساج ده بالظبط. فهو يعني الحمد لله برضو ناس كتير خدته واستريحت عليه جدا، بالنسبة لخشونة الركبة، لالتهاب الفقرات الظهر، العمود الفقري، الكلام ده كله. التهاب المفاصل والعمود الفقري وخشونة الركبة بالظبط كده. جدا جميل. وليه بيج على فكرة كمان على الفيسبوك برضو بتاعتنا، وهي برضو احنا الوكيل الوحيد ليه، او ما فيش حد تاني بيبيعه في الشرق الاوسط. جميل. في ايه تاني من المنتجات عندي؟ عندي اكتر من منتج تاني زي ما قلتلك، في منتج للتخسيس، في كريمات للتفتيح، في بروتين للشعر، يعني مجموعه من الحاجات كده كويسه ان شاء الله. بس هي بس بالتدريج يعني، يمكن اكتر حاجه ظهرت الاي هير زي ما قلت لك عشان بس الفيديوز اللي اتعملت، الصفحه الرسميه بقى دي للبيج. بالظبط على الفيسبوك. قولي لنا الصفحه بقى. هي الجينجرو دي موجوده على الفيسبوك، ملهاش على، مش موجوده على انستغرام. بس ملوش بيج يعني على الانستغرام، هو بس البيج، ويعني بنتباع اونلاين عن طريق البيج برضو بتاعتنا على الفيسبوك، يعني اللي هي ظهرت للناس على الشاشه. انا سمعاكي بتقولي ان في حاجه لتفتيح الشعر، وعلى فكره بس قبل ما نكمل عايز ازود لك حته في النقطه دي، بس ان هو كمان احنا على البيج بتاعتنا بيطلع معانا لايف كل اسبوع دكتور بيطلع يتكلم مع الناس عموما عن المشاكل اللي بتقابلهم، يعني مش بس فكره الجينجرو، يعني فكره ان هو اي حد عنده مشكله في بيعاني من حاجه عايز يسال عنها، كل الكلام ده. لان دايما كمان فكره ان العظام بتبقى ريليتد او مربوطه قوي بفكره السمنه، يعني دايما اي حد عنده مشكله في العظام بيكون دايما وزنه زايد يعني. فهو الدكتور اللي بيطلع يعمل ايه في المشكله دي لما يكون حد عنده سمنه زياده وفي الام عنده او خشونه في الركبه؟ طبعا لازم يقلل وزنه، يعني لازم يقلل وزنه عشان المنتج يجيب مفعول، لازم يقلل وزنه بالظبط. هو مش فكره خالص منتج بيتباع عشان يخفف الالم او يساعد في تخفيف الالم، هي فكره عادات سليمه لازم الواحد يمشي عليها يعني في يومه الطبيعي، يعني اللي هو الرياضه، التغذيه، الكلام ده كله ده مهم جدا عشان ان هو يقدر يساعد انه يخفف وزنه، لان طول ما هو وزنه زياده بيضغط على الفقرات بتاعته وبتاعت الظهر وبيضغط على الركبه بتاعته، فطبيعي مش هيقدر ياخد حاجه يحطها وهو اليوميه بتاعته بالظبط يعني، وهو هيبقى كويس. لازم يقلل من الوزن طبعا يعني، بجانب استخدام اي كريم او اي مرهم حتى غير الجينجرو، يعني دي عادات لازم يتبعها يعني. انا سمعتك بتقولي ان في لتفتيح الشعر منتج تفتيح البشرة. تفتيح البشرة يعني كمان في منتجات لتفتيح دي حاجات البشرة. دي ان شاء الله نازلين بيها لسه، يعني دي حاجات محطوطة في البلان بتاعتنا بس لسه ما اتعمل لهاش يعني، ما نزلتش فعليا يعني على البيجز بتاعتنا. او جميل. طيب بالنسبة لاي هير بقى، نرجع تاني في نقطة نسيت اسألك فيها، احيانا بعض البنات الرموش بتاعتها بتبقى خفيفة او بتقع كتير مع استعمال الماسكارا والميك اب والكلام ده، فهل في اي هير ينفع ولا انت مثلا ممكن تعملي منتج للرموش والحواجب برضو، لان في ناس بيبقى حواجبها برضو خفيفه بتقع؟ خلينا نقول بس ان منطقه العين دي منطقه حساسه جدا، فانا مش هقدر اقول لا ممكن تستخدمها في رموشك، طبعا دي بتبقى حاجه يعني مقلقه او حاجه، لا منطقه العين دي مش اي حاجه ممكن تيجي جنبها. هو ممكن يستخدم في الحواجب لو حد عنده حواجبه خفيفه ما فيش مشكله، او فيها اماكن فراغات ما فيش مشكله، ممكن باي ماسكرا او حاجه فاضيه طبعا نظيفه بتحط جوه السيروم ويتعمل في المناطق بتاعه الفروات، اهم حاجه ما يجيش جنب العين. بلس ان هو برضو للدقن مهم جدا جدا، بس عشان مبقاش ركزنا بس على البنات او الستات ونسينا الرجاله، لا هو مهم جدا جدا للرجاله اللي بيبقى عندهم فراغ في دقنهم، سبيشالي ان احنا عندنا ناس كتير جربته يعني، وبالتالي في الفيديوز في منهم
اكتر من حد من الناس المعروفه كمان، عمل وجاب نتيجه كويسه جدا معي. طيب نشوف بقى دلوقتي معانا فيديو للمشاهير السوشيال ميديا اللي هم جربوا اي هير. اوكي. هاي، ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. بصوا، هو انا بقى لي فتره كنت بجرب منتج وقلت لما الاقي افكت اطلع اتكلم عنه. كمان يعني الموضوع اصلا اللي انا جاي اتكلم فيه ده اتسالت عنه اكتر حاجه في الحياه، جوه حاجه بتهم كل الناس. يعني مش هقول لك بنت هتهم البنات بس، هتهم البنات الصغيرين، هو كل البنات دلوقتي حاليا بتفكر في الموضوع ده، والشباب كمان، هينفع كل الناس. هو الحاجه اللي انا عايزه اكلمكم عنها للشعر، اي حد بيعاني من التساقط، اي حد عنده فراغات في شعره، الشعر اللي هنا ده اللي هو بيبقى فيه فراغات، الحاجات دي كلها طبعا ما بنحبهاش. ففي منتج انا جربته، المنتج ده اسمه اي هير. هو ده، اولا انا عايزه اقول لكم انه المنتج ده تركي ومش موجود، يعني في وكيل واحد بس هو اللي موجود عنده في مصر، هو ده اللي بيوزعه وهو ده اللي تقدروا تجيبه منه. المهم انا عايزاكم عشان تبقوا مطمئنين زياده لما تجيبوه، عشان تتاكدوا ان هو ده الاصلي، تتاكدوا من وجود المارك دي اللي هو دي زي الستيكر ده، هو الستيكر ده هو ده مارك، ده الدليل ان هو اصلي، موجوده فوق وتحت. المهم المنتج ده، بصوا انا هوريكم بقى، هو عباره عن سيرم. اوكي، السيرم ده شكله هو كده، السيرم ده زي بتحطي منه دروبس كده تحطيه على الفراغات، او يعني هو فروه الراس، يعني هو ده المفروض، ما تحطيهوش على الشعر نفسه، تحطيه على فروه الراس بس وفركي كده بحيث ان هو يتوزع في الشعر كله، بس مش اللي تحت، يعني في الفروه. يعني بقى 6 ايام وهتبداي تلاقي النتيجه، النتيجه بتاعته بتطلع على طول. يعني هو اي منتج شعر معروف ان انت محتاجه فتره عشان تلاقي النتيجه، النتيجه بتاعته سريعه جدا، في خلال 6 ايام بدات احس بافكت. انا اصلا استعملته 4 ايام تقريبا ولقيت افكت، فقلت ايه المنتج السحري ده. بصي، هو بتستعمليه كل يوم زي ما قلت لك، بتحطيه على الفروه من جوه، فروه الراس، وبتستعمليه كل يوم وهتبداي تلاقي النتيجه. انا استعملته في خلال بقول لكم 4 ايام وبدات الاقي الفرق، فيعني انا متحمسه ان انا اشوف الافكت الاعظم اللي لسه هيظهر مع الوقت. فانا عايزاكم تجربوه معايا عشان نشوف النتيجه سوا، ولو حد عايز يجيبه في ديسكاونت، انا تواصلت معاهم ان انا اجيب لكم ديسكاونت 10%، بس لازم لو هتطلبوه قول لهم ان انتوا تبعي عشان تاخدوا ديسكاونت، اعمل لكم منشن للاكونت اللي تقدروا تجيبوه منه. ده الوكيل الحصري للمنتج ده، هو منتج تركي زي ما قلت لكم، مش موجود في اي حته تانية، والمنتج فظيع بجد، يعني يستاهل التجربه. جربوه يا جماعه وادعوا لي. هو يا عمو ايه، جاي النهاردة اكلمكم على حاجة حلوة جدا 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 وهتفيد بنات كتير قوي عندي. هي حاجة للشعر، الناس بقى اللي بتعاني ان شعرها بيقع، شعرها من قدام كده عنده فراغ، عندكم فراغات ممكنة الحاجات دي كلها جربت فيها. بس عايزة اوريكم كمان شكله، هو ده شكله، دي الازازة بتاعتي، الازازة دي بتكفي معاكم فترة، يعني ممكن تقعد معاك مثلا شهر او حاجة، كبيرة مش صغيرة. بتحطي حوالي 6 نقط او 5 نقط على فروة راسك من هنا، على الاماكن اللي انت بتحسي ان هي فيها تساقط، يعني الحتت اللي قدام دي بتحطيها على راسك من غير ما تغسليه، من غير ما تعملي اي حاجه، وبتدعكي بيها راسك كده بشكل دائري. بتلاقي الفرق فعلا ملحوظ بعد 4 ايام، بعد 5 ايام، بعد 6 ايام تقريبا. انا استخدمته وجربته، فعلا 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 فرق معايا جدا 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 جدا. حسيت ان في، عارفين اللي هو الشعر بيبقى صغنن خالص ده، حسيت ان هو بدا يطلع من قدام، ولا الفرق واضح. وبصراحه اتصدمت ان هو عمل مفعول كده في وقت قصير جدا، يعني انا كمان لو استخدمته وقت اطول اكيد النتيجه هتبقى احسن واحسن. بس انا قلت اقول لكم عليه وانا بستخدمه، بحيث ان انتوا تجربوه معايا كمان وتقولوا لي ايه رايكم فيه. رجعنا تاني للأستاذة دينا. أنا مبسوطة جدا وفخورة بيكي إن في بنت عرفت تثبت ذاتها وتحقق نجاحها في مشروع صعب إن هي تعمله لوحدها، أو التيم بتاعها النجح برضو أكيد لأنه بيحبك. فبنشكرك جدا ونتمنى ليكي التوفيق دايما يا رب، وإن شاء الله تبي أحسن وأحسن وأحسن، وتعمل لنا منتجات بقى لكل حاجة خاصة بالمرأة أو بالراجل عامة، في البشرة، في يعني يجيلك توكيلات احلى توكيلات العالم كله. حبيبتي ربنا يخليكي، ميرسي جدا يا هند، بجد حابه اشكرك قوي قوي بجد، كان ما حسيتش بالوقت معاكي خالص، وعايزه اشكر برنامج اصل الحكايه واشكر قناه الصحه والجمال، ميرسي ليكوا جدا، ثانك يو. وبكده تكون انتهت حلقتنا النهارده، وان شاء الله نشوفكم في حلقه جديده.